اليوم عندنا موضوع جميل في تصوير منتج وخلفية بيضاء. فلنفرض لو طلب منك تصوير مثل هذا المنتج لشركة ما أو حتى لأي شخص طلب منك مثل هذا المنتج، وكيف تغير اللوجو اللي موجود أو الشعار أو الكلام اللي موجود. العميل طلب منك أن تكون الخلفية بيضاء، فهاي مثل ما تكلمنا عنها في شرح سابق هي وسيلة ممكن تستخدمها. راح تحتاج إذا أنت ما عندك فلاش تقدر تستخدم الإضاءة المتواصلة هذه، ولكن هني الرفلكشن على أساس يقلل اللي هو الظل اللي موجود. لو تشوفون معاي هني الصورة كيف عشان نقلل. هذه الإعدادات اللي راح استخدمها الISO 200 على فتحة عدسة 4، سرعة الغالق 1:15. طبعا بستخدم التايمر أضمن الوقت وما فيه اهتزاز. القطعة اللي شرحتها في فيديو سابق هي اللي مثبتة الكاميرا. هذا هو الرفلكشن، يقلل الظل اللي موجود في هاي المنطقة. طبعا كنا حين نصور هنا فيديو فما يبين، فلو تلاحظون لو نجرب هذه القطعة كل ما تقرب كل ما بيقل الظل اللي موجود للقطعة هاي. الحين راح نشتغل على الفوتوشوب كيف نعدل هاي الصورة حق العميل اللي طلب منه تغيير اللوجو اللي موجود، بالإضافة انه نحط اللوجو الخاص فيه ونقدر نحطه عشان تشوفون بوضوح. فكيف بقدر امسح وغير وعدل الإضاءة. بأبسط الأشياء نطلع بهذه النتائج مثل ما انتم شايفين، وشفتوا الصورة النهائية كيف طلعت بعد التعديل.